ليست إحدى حفلات دار الأوبرا التي نحضرها عادة، إنها ليست بعض الموسيقى والرقص فقط، إنها ليست قصة حب فقط، إنها كل ذلك مجتمعاً. أوبرا عايدة هو عرض أوبرالي من تأليف الإيطالي فيردي، ويعتبر مصري النشأة، حيث يحكي عن قصة مصرية يونانية عن عايدة وحبيبها راداميس في قصة فرعونية خالصة. أوبرا عايدة هي أول العروض التي تم عرضها في دار الأوبرا المصرية القديمة عام 1901 بعد إنشائها، ولذلك فهي من أهم العروض في الأوبرالية لمصر. دعونا نتابع القصة من بدايتها. بدأ الأمر في سنة 1870 عندما عثر الأثري الفرنسي أوغست ماريتا على مخطوطات أوبرا عايدة في إحدى مدن وادي النيل. وكانت القصة عبارة عن أربع صفحات تحكي قصة الأميرة الحبشية عايدة. وقتها كانت مصر تريد أن تحتفل بافتتاح قناة السويس، لذلك أمر الخديوي إسماعيل الموسيقار الإيطالي فيردي بتأليف أوبرا عايدة، وتكلفت أكثر من 150 ألف فرنك من الذهب. وبأمر من الخديوي إسماعيل تم بناء دار الأوبرا لتكون جاهزة مع حفل افتتاح قناة السويس. وبعد هذا كله وبناء دار الأوبرا خصيصا، لم تعزف أوبرا عايدة في احتفالات افتتاح قناة السويس، وعللوا السبب وقتها بتأخر وصول الملابس والديكور. قدمت أوبرا عايدة لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة الخديوية، لتنطلق من بعدها إلى العالم أجمع. القصة: عايدة الأميرة الحبشية التي سقطت أسيرة للجيش المصري بقيادة راداميس، وراداميس هو قائد الجيش المصري، وتحبه سرا ابنة الملك أمينيرس. تعمل عايدة خادمة في القصر الملكي لترتبط مع راداميس بقصة حب ملتهبة. عايدة التي تشاهد والدها ملك الحبشة وهو يعدم بعد القبض عليه، وتعيش عايدة مع راداميس قصة حب عظيمة يتخللها معرفة الكهنة وأمينيرس بالأمر، وتبدأ المشاكل. تحاول عايدة وحبيبها الفرار من بطش الملك وابنته والكهنة، ولكن يقبض على راداميس ويسجن، ثم يحكم عليه بالإعدام حيا في قبره. وهنا تتجلى أعظم معاني الحب. تقوم عايدة برشوة الحرس لتدخل إلى القبر الذي سيدفن فيه راداميس الذي يفاجأ بها، ليموتا معا، لتنتهي واحدة من أعظم قصص الحب في التاريخ.